السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالفاير فايتنج سيستم. النهاردة بإذن الله هنبدأ الجزء الثامن الخاص بالكورس بتاعنا اللي هو بيتكلم عن الفاير سيستمز. احنا زي ما قلت لك قبل كده وبنأكد مرة تانية إن بإذن الله الكورس بتاعنا هيندرج تحت 10 أجزاء، من أول السبرينكلر سيستم للساند بايب الفاير بومبس أند الجاس سيستم والفاير اكستنجوشر والفوم سيستم، وكل ده شرحناه قبل كده، والووتر سبراي سيستم. هنا الجزء الثامن بتاعنا اللي هو الووتر ميست، وباذن الله هيبقى الجزء اللي جاي اللي هو الجزء رقم 9 خاص بالستورج او المخازن، وده من الاجزاء المهمه جدا جدا اللي لازم تبقى متابعها او عارفها، لان هيقابلك كتير جدا اللي هو الابلكيشن الخاص بالمخازن، ازاي ان احنا بنعمل الديزاين الخاص بيه، وازاي ان احنا ندخل على الشابتر اللي هو خاص بالديزاين الخاص بالمخازن. ده باذن الله هنشوف في الجزء رقم 9، واخر جزء باذن الله هنفرده باذن الله للجزء بتاع الفاير الارم. هحاول بقدر الامكان اغطي على قدر معرفتي للجزء بتاع الفاير الارم، لكن هو في الاساس خاص بمهندسين كهرباء، تمام؟ لكن على قدر معرفتي او على قدر العلم اللي وصلني من الجزء ده هقدر باذن الله اغطي الجزء بتاع الفاير الارم ان شاء الله، هيبقى في الجزء رقم 10. في الجزء بتاعنا ده اللي هو رقم 8 هنتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو الووتر ميست سيستم، او الانظمه اللي هي بتاعه الهاي فوج، او اللي هي الانظمه الضبابيه، تمام؟ بيتكون من ايه السيستم، ازاي ان احنا بنعمل الديزاين الخاص بيه، ايه هي الاكواد اللي اتكلمت عن السيستم ده، هنعرفها مع بعض باذن الله في خلال المحاضره دهيت والمحاضرات اللي جايه باذن الله. في البدايه هناخد مقدمه بس كده عن الووتر ميست سيستم. فالووتر ميست لما اتكلم عنه الكود بتاع ال NFPA، فهنا افرض كود خاص بالووتر ميست سيستم اللي هو ال NFPA كام 750، اللي هو العنوان بتاعه ستاندرد اون ووتر ميست فاير بروتكشن سيستم. بالرغم ان الكود ده كود كامل خاص بالووتر ميست سيستم، لكن عايزك تاخد بالك، ودي باذن الله هنلتمسها باذن الله في المحاضرات القادمه باذن الله، ان الكود بتاع ال NFPA 750 مش بيديلك الفول ديزاين برضو اللي هو السيستم بتاع الووتر ميست، لكن بيرجع فيه كل شويه يقول لك اكوردنج تو مانيفاكتشر، او اكوردنج تو اللي هو ايه المصنع نفسه اللي هو بيصنع السيستم بتاع الووتر ميست، لان مفيش حاجه اسمها ووتر ميست سيستم بينطبق على كل الابلكيشن او بينطبق على كل الحالات، على عكس طبعا السبرينكلر، على عكس الساند بايب، على عكس الجاس سيستم. لا، هنا بتبص تلاقي ان الووتر ميست سيستم بيبقى خاص ب سبيسيفيك معين او ابلكيشن معين، يبقى هنا خاص ب سبيسيفيك ابلكيشن معين. يعني هنا بيبقى شركه مثلا مصنعه ووتر ميست سيستم جاهز بالبايبنج بتاعته، بالطلمبات، بالكومبوننت بتاعته كامله، او سلندرز على حسب النوع بتاع السيستم ده، والابلكيشن ده او الجهاز ده بينفع يتطبق مع ابلكيشن معين بابعاد معينه، لكن ما ينفعش ان هو يستخدم بصوره عامه لكل الابلكيشنز. وهي دي بتبقى صعوبه في الووتر ميست سيستم، ان هو سيستم ما ينفعش يتطبق على كل الابلكيشن، او ما ينفعش ان انا اعمل ديفايس واحد خاص بالووتر ميست وينفع اطبقه على كل الابلكيشن بتاعتي. لا، ده بيتم اختباره على ابلكيشن معين وبيتم موافقه عليه وياخد اعتمادات على ان هو خاص بابلكيشن بابعاد محدده او ابعاد معينه. هنتوضح الكلام ده باذن الله في اللي هي المحاضرات اللي جايه، وهنشوفها مع بعض كمثال، وهنشوف مشروع معانا برضو هناخد فيه اللي هو القصه بتاعه الووتر ميست سيستم. القصه كلها في الووتر ميست سيستم، ويمكن الجدول ده كنا ذكرناه برضو في اللي هو الووتر سبراي سيستم. القصه كلها هنا بيلعب على حته الدايمتر بتاع القطر، او القطر بتاع ايه، بتاع القطره بتاعت قطره المياه نفسها اللي بتخرج من الديفايس. فكل ما كانت القطره دهيت القطر بتاعها صغير، هنا بيعمل زياده للمساحه السطحيه الخاصه بالميه، وبالتالي هنا بيتزود من معدلات اللي هي الفقد الحراري الخاص بالفاير. الحاجة التانية سرعة الانتشار بتاعت القطرات بتبقى أكبر بكتير كل ما كانت القطرة القطر بتاعها صغير. التحول بتاعها من صورة مياه أو من صورة ليكويد إلى صورة بخارية أو اللي هي الستيم
هنا كل ما انت صغرت القطرة كل ما كانت فرصة التحول ده بتبقى ايه، بتبقى اكبر. فهنا بيدي لك هنا علاقة او مقارنة ما بين السبرينكلر اللي هو traditional sprinkler system والووتر سبراي سيستم والووتر ميست. فتبص تلاقي عندك الدروب دايمتر او القطر بتاع القطرة نفسها بتاعة المية في السبرينكلر بتبقى اكبر من 1 مليمتر، في الووتر سبراي سيستم بتبقى من 0.3 واقل من 1 مليمتر، اما في الووتر ميست بتلاقيها كام، تقريبا من 15% الى 0.3 مليمتر. الحاجة التانية اللي هي لو انت عملت التحويل للتر واحد من المية الى قطرات، فتبص تلاقي السبرينكلر ده بيدي لك تقريبا 1900 قطرة، في الووتر سبري سيستم بيدي لك تقريبا 5,700,000 قطرة، في الووتر ميست بيدي لك تقريبا ادي 3 اصفار وادي 3 تاني بيدي لك حوالي 1,900,000,000 قطرة. الحاجة التانية اللي هي المساحة السطحية في السبرينكلر، المساحة السطحية الكلية الخاصة بالقطرات بتتحول إلى 6 متر مربع، في الووتر سبراي بتبقى 20 متر مربع، في الووتر ميست متخيل قد ايه، يبقى 60 متر مربع. علشان خاطر يحصل تحول لواحد لتر من المية في لبخار بيحتاج في السبرينكلر هنا إلى تقريبا 6 ثواني، في الووتر سبراي بيحتاج إلى 2 من 1000، اما في الووتر ميست بيحتاج تقريبا 6 من مليون اللي هو الثانية علشان خاطر يتحول الى صورة بخارية. وبالتالي هنا ده الميزة بتاعت الووتر ميست سيستم عن باقي السيستم سواء كان سبرينكلر او ووتر سبراي، ان القطر بتاع القطرة نفسها بتبقى ايه، بيبقى صغير، وبالتالي فرصة حصول التبخر ليها بيبقى اعلى، والمساحة السطحية المعرضة للحرارة بتبقى بصورة اكبر. وبالتالي هنا لو رجعنا مرة تانية للمثلث بتاع الحريق، بتبص تلاقي عندك المثلث بتاع الحريق هنا الووتر ميست سيستم بيلعب على حاجتين، أول حاجة اللي هي الحرارة، يبقى هنا بيقلل درجة الحرارة نتيجة إن هو بيكبر المساحة السطحية ليه اللي هي مجموعة القطرات الخاصة بالمية، والحاجة التانية إن هو بيقلل نسبة الأكسجين نتيجة إن هو بيحول القطرات دهيت لصورة بخارية أو صورة ستيم. فهنا بتعمل عملية خنق للحريق أو عملية تقليل لنسبة الأكسجين داخل المكان، وبالتالي هنا بيبقى فرصة السيطرة على الحريق بتبقى أكبر. فهنا بتلاقي عندك الـ Extinguishing Method أو اللي هي الطريق أو الطرق بتاعة الإطفاء الخاصة بالووتر ميست سيستم، إن هو أول حاجة بيعمل لك Cooling Post the Flame، يبقى هنا بيعمل لك إيه، تبريد ليه اللي هو اللهب، and surrounding gases، يبقى هنا بيعمل تبريد لحاجتين، اول حاجه اللي هي الالسنه بتاعت اللهب، والحاجه التانية او اللي هو الفاير الناتج من الفاير سورس الموجود عند داخل المكان، والحاجه التانية اللي هي surrounding gases او اللي هي عمليه تبريد للدخان الناتج من عمليه الاحتراق، وده عن طريق اللي هي الايفابوريشن او عمليه التبخير. الحاجه التانية displacing oxygen by evaporation، يبقى هنا نتيجه ان هو بيتحول لصوره ستيم، بتبص تلاقي ان نسبه الاكسجين عندي داخل المكان او حوالين الفاير سورس بتقل. الحاجه التانية انتنتجنج راديانت هيت باي سمول دروبلتس ذيم سيلفز، يعني هي هنا بيعمل عمليه تقليل ليه اللي هي انتقال الحراره بالاشعاع. يعني انا لو عندي مثلا مجسم داخل الاوضه، تمام، ايا كان بقى، مكتب، سرير او حاجه زي كده، وحصل فيه فاير، طيب في حراره بتنتقل الى باقي الاجزاء بتاعه الاوضه او الغرفه عن طريق اللي هي الانتقال بالحراره نتيجه للاشعاع. فهنا بتلاقي عندك القطرات بتاعه الميه الناتجه من الووتر ميست سيستم بتعمل على عمليه ايه اللي هي عمليه منع انتقال الحراره من خلال اللي هي الراديشن او الاشعاع. الحاجه اللي بعد كده بيقول لك الووتر ميست كومبارد ويز سبرينكلر اند جاس سيستم. لما هنا نعمل مقارنه ما بين الووتر ميست سيستم والسبرينكلر او الجاس سيستم، بتلاقي هنا بيتميز الووتر ميست بان هو اول حاجه ايميديت اكتيفيشن، يبقى هنا بيبقى التعامل بتاعه مع الحريق بيبقى بصوره اسرع وبصوره فوريه. الحاجة التانية هاي efficiency in the suppression of a wide variety of fire، يبقى هنا بتبقى ليه قدرة على التعامل مع أنواع مختلفة من الحرايق، وهنشوف الابليكيشن اللي هي بينفع تستخدم مع الووتر ميست سيستم إن شاء الله في المحاضرات اللي جاية. بعد كده minimize water damage، يبقى هنا بيقلل من فرصة تدمير اللي هي الاكيومنت أو اللي هي الحاجات المادية الموجودة عند داخل المكان من المية،
يعني مثلا تلاقي الووتر ميس سيستم ينفع استخدمه مع ابلكيشن فيه كهرباء فيه الكترونيات. ليه؟ لان هنا بتبقى القطرات بتاعت الميه الصغيره جدا اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي بيبقى القطر بتاعها بيوصل ل 15 من 100 ملي متر، هنا بتبقى التوصيليه بتاعتها الخاصه بالكهرباء بتبقى تقريبا زيرو، وبالتالي هنا بينفع استخدمها مع الابلكيشن اللي انا بخاف عليها ان انا اتعامل معاها بالوسائل العاديه زي السبرينكلر او زي الكباين. ليه؟ لان هي هتدمر الاكيومنت بتاعتي. بعد كده environmentally sound characteristic، هنا طبعا بيتميز عن الجاس سيستم ان هو بيبقى صديق للبيئة، ان هو الووتر ميست خلاص يبقى هو عبارة عن مية او عبارة عن قطرات مية، فما فيش هنا تأثير بقى على اللي هي الطبقات بتاعة الأوزون وتأثير على الحالة بتاعة الكرة الأرضية اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في اللي هو الجزء الخاص بالجاس سيستم. نو توكسيك بروبلم، هنا ما فيش بقى تخوف ان هيحصل هنا مشكلة للراجل الموجود عندي في المكان اللي هو في ووتر ميست سيستم، يعني مش هيحصل له اختناق او يحصل له تسمم. الحاجة اللي بعد كده lower overall system weight، هنا بتبص تلاقي عندك الوزن او اللي هي الوزن الكلي بتاع السيستم الخاص بيه الووتر ميست سيستم بيبقى قليل لو انت قارنته بالسبرينكلر. ليه؟ لان هتبص تلاقي وهناخد ده باذن الله قدام، هتلاقي ان المواسير اللي بتمشي بيها الخاصه بالووتر ميست بتبقى صغيره جدا، بتبقى 15 ملم يعني نص بوصه، او بتبقى مثلا 3 ارباع او 1 بوصه. تمام، هنا الاقطار بتبقى صغيره جدا لو انت قارنتها باللي هي تراديشنال سيستم، وبالتالي هنا بيبقى عندك الوزن الكلي الخاص بالنوع ده من السيستم بيبقى صغير. الحاجة التانية ان هو نتيجة ان هو بيعمل فاينايت اللي هي القطرات بتاعة المية، او ان هو بيصغر القطرات بتاعة المية، نتيجة لكده ان هو استهلاكه للمية بيبقى قليل جدا، يقدر بحوالي 10% من الاستهلاك الكلي الخاص بيه التراديشنال سبرينكلر سيستم، وبالتالي هنا وفر للمية او توفير لاستهلاك المية هنا بتبقى ميزة تضاف الى الووتر ميست سيستم. الحاجة اللي بعد كده ودي مهمة جدا اللي هي رقم 8، ان هي better penetration into the seat of the fire. معناه الكلام ده معناه ان عندك الووتر ميس سيستم طبعا عشان خاطر تحول المية لصورة القطرات الصغيرة جدا اللي هي بنتكلم عنها، فهنا بنحتاج ان احنا نتعامل مع ضغوط عالية جدا ممكن توصل ل 100 بار 150 بار. تمام، فنتيجة ان انا بشتغل على ضغوط عالية جدا، فهنا ده بيدي القوة دافعة للقطرات بتاعة المية، فبتتحرك كأنها رصاصة بالظبط، يبقى هنا بتتحرك كأنها قاذفة بتتوجه ناحية اللي هي الفاير سورس، وبالتالي هنا قدرتها على عملية الاختراق اللي هو الحاجز بتاع اللهب او الحاجز بتاع الفاير اللي بيحيط بالفاير سورس بتبقى اكبر مقارنة باللي هو السبرينكلر سيستم. تمام، يبقى هنا دي برضو ميزة بتضاف الى الووتر ميسس ان هو بيحسن من عملية الاختراق الخاص بالقطرات ديت لمصدر الفاير نفسه، وبالتالي هنا بتبقى قدرته على عملية التحكم في الحريق بتبقى بصورة اكبر. تعال نشوف كده مع بعض الفيديوهات اللي اخترناها خاصة بالووتر ميسس سيستم. فنمسك مثلا هنا ده low pressure water mist system، هنعرف ان في حاجة اسمها low وحاجة اسمها medium و high pressure water mist system. هنا دي غرفة نوم عادية مفيهاش اي مشكلة، في فندق بقى في اي حاجة. هنا راح مركب اللي هو الووتر ميست نوزل ده، تلاقيه شكله مختلف شوية عن اللي هو السبرينكلر. حصل فاير لأي سبب إن كان، في بدأ هنا يحصل احتراق للسرير ده، يبدأ يرتفع الدخان، يبدأ هنا يشتغل معايا اللي هو النوزل الخاص بالووتر ميست. ب
بدأ يغطي المكان باللي هو الضباب أو الرذاذ بتاع المية. عامل سيطرة سريعة جدا للحريق الموجود عند داخل المكان. هنا مايكرويف برضو، هنا هيحصل في مشكلة لأي سبب من كان. صورة سريعة جدا بيقدر ان هو يتعامل مع الحريق ويعمل سوبريشن دي. كلها تيسس بيعملوها او اختبارات بيعملوها علشان خاطر يعرفوا الكفاءة بتاعة الووتر ميس ديت، وان الوحدة نفسها او السيستم نفسه يكون ينفع يصطدم مع النوع ده من الابليكيشن. كان في برضو حاجة تانية خاصة بالووتر ميس سيستم، هناخد مقدمة عنها برضو وهنكملها بإذن الله في السلايدات اللي جاية. هنا برضو الووتر ميس سيستم يعني هو في نوعين من السيستم ده، في حاجات بتبقى طلمبات تمام وتانك زيها زي السبرينكلر سيستم، بس بتبقى خاصة بالمصنع ده وبتبقى خاصة بالنوع ده من الابليكيشن. وفي حاجة تانية او وحدة تانية خاصة بالووتر ميس سيستم عبارة عن سلندرز. فهنا شركة فيكتوليك عاملة وحدة ممكن تستخدمها مع داتا سنتر او اللي هي الابليكيشن اللي بيبقى فيها زي سيرفر او راكات زي كده. ادي الوحدة اللي هي الحمراء ديت بيبقى جواها اسطوانات، اسطوانات نيتروجين واسطوانات اللي هي اسطوانة مية. فهنا بيطلع برضو القطرات بتاعة المية داخل المكان نفسه، فبيعمل عملية تغطية الخاصة بالمكان ده، وبالتالي هنا بيعمل حماية للمكان ده من الحريق. يبقى هي واحدة زيها زي الراكات بتاعة الكهرباء الموجودة عندي هنا، والواحدة دهيت من جواها لو انت خدت فتحت الباب بتاعها هتلاقي فيه اسطوانات اللي هي نيتروجين واسطوانة بتاعة الماء اهو. الواحدة دي ممكن تكبر او تزيد بحيث انك تزود عدد الاسطوانات اللي هي موجودة عند داخل المكان، والمخارج اهو خارجة من هنا. يبقى هنا مفيش بقى لا نوزل ولا بايبنج ولا الكلام ده كله اللي هو هيتوزع في السيلو. دي الوحدة اللي هي بتاعة التحكم الكنترول بانل. ده اللي هو الووتر سبلاي. دي اللي هي المخارج بتاعت ايه بتاعت الووتر ميس. كلها ابتكارات بس كده، ايه يعني الغرض منها في الاخر اللي هي الحصول على اللي هي القطرات بتاعت المية بشكل صغير، او القطرات بتبقى صغيرة جدا بحيث ان هي
تقدر تعمل مكافحة للحريق. هنا لما زي ما قلت لك وبناكد مرة تانية على الووتر فوليوم، فبتبص تلاقي ان الووتر ميست بيستهلك كمية مية اقل بكثير من اللي هي التراديشنال سبرينكلر سيستم، يعني يقدر بحوالي 10%. ده طبعا وفقا لكلام اللي هو المانيفاكتشرر او المصنع. لما اتكلم الكود او بدأ يصنف اللي هو الووتر ميست سيستم، بدأ يصنفه وفقا لعدة ايتمز. الايتم الاولانيه اللي هي البريشر، تمام؟ يبقى هنا بدأ يقسم الووتر ميست الى لو ميديوم اند هاي بريشر. الحاجه الثانيه وفقا لي اللي هو الوسيط او الفلويد نفسه او النوزل نفسه، ايه هو الفلويد اللي بيمشي فيه؟ هل هو بيمشي فيه ميه بس ولا بيمشي فيه توين؟ يعني ايه بيمشي فيه اتنين حاجتين، ميه والحاجه التانية بنسميها اتومايزر ميديا، او اللي هي وسيله لعمليه الترذيذ اللي هي بتبقى عباره عن هواء مضغوط او نيتروجين. يبقى هنا بدا يقسم الميديا او الفلويد نفسه اللي هيمشي فيه السيستم الى حاجتين، سنجل اند توين ميديا. الحاجه التانية اللي هي الابليكيشن، التطبيق نفسه، اما ان هو بيبقى لوكال، يبقى هنا ده خاص مثلا ان انت بتعمل حمايه لماشين معينه او تربينه او غيرها، او توتال كومبارتمنت ان انت بتعمل تغطيه للمكان او الغرفه كلها باللي هي الووتر ميست سيستم، او زوند معناه ان انت بيبقى عندك اكتر من فراغ او اكتر من مكان وبتعمل وحده واحده مثلا من الووتر ميس يونت، وبعد كده بتوزعها ببايبنج على الاماكن او الكومبارتمنت دهيت المختلفه، وبتضيف عند كل زونه من الزونز دهيت اللي هي زون سيلكشن، تمام؟ بحيث ان هو او زون سيكشن فالف، بحيث ان هو المكان اللي هيحصل فيه حريق فعليا هو اللي ايه اللي بيوجه الميه ناحيته. او الاوكيبانسي ان انت بتعمل تغطيه للمبنى بشكل كامل من خلال اللي هو الووتر ميس سيستم. الحاجه اللي بعد كده اللي هي الاوبريشن ميثود، في برضو زي السبرينكلر سيستم بالظبط، في هنا الويت سيستم، في دراي سيستم، في بري اكشن، وفي كمان اللي هو الديليوج سيستم. الحاجة اللي بعد كده بريشرايزنج ميثود، هنا طريقة الضغط بتاعة المية بتتم وفقا لإيه أو عن طريق إيه؟ يبقى إما بتبقى عن طريق أسطوانات جاز مضغوطة، أو بتتم عن طريق طلمبات، والطلمبات دهيت لازم تبقى بوزيتيف ديسبليسمنت بامب، بحيث إن هي تدي الضغط العالي اللي إحنا محتاجينه عشان نشغل بيه السيستم. اخر حاجة اللي هي الكونستراكشن او اللي هي التركيب نفسه بتاع السيستم بتاع الووتر ميست، في بيقسمها لحاجتين، حاجة اسمها انجينيرد اند بري انجينيرد. انجينيرد معناها انك هتبدأ هنا تجمع الطلمبات، تبدأ تجمع التانك، البايبنج، النوزل، وتبدأ تركب المنظومة دي كلها وفقا لحسابات، انت بتعمل حسابات وبتعمل سايزنج للبايبنج كل حاجة. وهنا يبقى انت بتبدأ السيستم من الزيرو. اشكاليه السيستم ده لما انت بتبدا من الزيرو ان الووتر ميست سيستم عشان خاطر ينفع تستخدمه مع ابلكيشن معين لازم له موافقه او لازم له اختبار. لو انت ما عملتش الاختبار او ما خدتش الموافقه على السيستم ده، يبقى هنا السيستم ده كان لم يكن او مش موجود اصلا. علشان كده في اغلب التطبيقات احنا بنستخدم حاجه اسمها بري انجينيرد. بري انجينيرد معناها ان هو بيجي لك الطلمبات او بتجي لك السلندر متجمعه من عند المصنع، وهو نفسه المصنع بيبقى واخد بيبقى عامل اختبارات اللي هي المنظومه دهيت، طبعا بالاتفاق مع اللي هي المنظمات اللي هي بتاعت اليو ال واف ام وغيرها من الاعتمادات، بحيث ان هو بيعمل اختبارات وبياخد اعتماد للوحده ديت بحيث ان هي تكون ابليكابل لابلكيشن معين، تمام؟ يبقى ده اللي هو قصه البري انجينيرد، ان هو سيستم بيبقى جاهز انت بتيجي بس بتركبه في المكان بتاعك وبتلتزم باللي هي التعليمات بتاعه المصنع في عمليه التركيب وعمليه التشغيل والكلام ده. لما نتكلم عن قصه البريشر، يبقى هنا الكود بتاع ال ان اف بي اللي هو 750. لما اتكلم عن البريشر قال لك لو كان عندك السيستم بريشر اقل من او يساوي 12 واحد من 10 بار، يبقى هنا بيصنف السيستم ده على ان هو لو بريشر. اذا كان عندك البريشر بتاع السيستم اكتر من 12.1 من 10 لحد 34.5 بار، يبقى هنا ده يعتبر الضغط بتاعه متوسط او ميديوم بريشر. لو كان عندك السيستم ده الضغط بتاعه اكتر من 34.5 بار، في الحاله دهيت بيصنف السيستم ده على ان هو هاي بريشر.
الحاجة اللي بعد كده، ودي هتبقى بإذن الله النقطة الأخيرة في المحاضرة بتاعتنا، وبإذن الله هنكمل في المحاضرات اللي جاية الجزء النظري، وبعد كده هناخد مع بعض إن شاء الله مشروع. يبقى هنتكلم عن اللي هي الميديا سيستم تايب. فهنا بيوري لك في الصورتين دولات الفرق ما بين السنجل فلويد اند توين فلويد. هنا النوزل دهيت داخل لها وصلتين، الوصلة الأولانية اللي هي بتاعة المية اللي جاية لها من فوق، والوصلة التانية دي اللي هي جاية لها بتاعة الهواء أو النيتروجين المضغوط، اللي هو بيعتبر حاجة اسمها اتومايزنج ميديا. فهنا ده بيعتبر إيه؟ يبقى بيعتبر توين فلويد، إن النوزل نفسه بياخد إيه؟ حاجتين، بياخد مية وهواء، أو هواء أو مية ونيتروجين. أما ده اللي هو سنجل فلويد، هنا بيطلع إيه؟ أو بيدخل له إيه؟ يبقى بيدخل له دخلة مية فقط، و التضغيط بتاعه بيتم اما عن طريق طولمبات او عن طريق ايه، او عن طريق سلندر مضغوطه، هي اللي بتدي قوه الدفع الخاصه بالميه دهيت والضغط بتاعها، بحيث ان هي تقدر تتحول الى قطرات صغيره جدا اللي هي بتمثل الووتر ميست. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، وباذن الله هنكمل في المحاضرات اللي جايه، واي اسئله باذن الله هنقدر ان احنا نتوصل ليها ان شاء الله من خلال اللي هي الكونتاكت اللي هي موجوده عندك في البرزنتيشن، او الموجود عندك في السوفت وير. تقدر تتواصل معايا في اي وقت لاي استفسار، وباذن الله اشوفكم في محاضرات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.